وصل صوتك. شكرا على سماعكم، بارك الله فيك سيد المحنك. تردوا لوفي بوان وزي كيف ام بوانات نجدوا تسمعوا المحنك السياسي. ضيفنا سيد محسن مرزوق، عضو المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس، 4 وزراء في الحكومة الجديدة من حكومة الترويكا، حكومة سيد علي العريض وفق تسريبات قلنا، وقلنا ربما الوزراء هذوم مش يكونوا السيد منجي مرزوق وزير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ونوف الجمالي وزير التكوين المهني والتشغيل، وجمال قمرة وزير السياحة، ولطفي بن جدو وزير الداخلية. أتون نقرب لكم شوي، هو أنه معناها سيمونجي مرزوق يقول أنه قريب من النهضة، سينوف الجمالي نعرفه اللي هو كان يخدم مع سي عبد الوهاب ماطر، وهذه الحكومة كانت في يعني من نصيب المؤتمر مجلس الجمهورية. وزارة السياحة نعرفه اللي كان عليها وزير المالية الحالي وهي حقيبة للتكتل، موجود عليها سي جمال قمرة، ولطفي بن جدو وزير الداخلية وهي حقيبة لحركة النهضة من ضمن وزارات السياد. به في صورة أنه صحت العملية هذه وأربعة وزراء من الحكومة السابقة، سي محسن مرزوق يقول سي زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطني الديمقراطي الموحد، هذه حكومة ترويكا ثالثة لن نساندها، سنتصدى لها، دليل على رضوخ مهدي جمعة لضغوط حركة النهضة. يقول سي محمد الحامدي نجم ناقش مسألة بقاء وزير الداخلية من عدمه، ولا قال أنه معناها ما نحبوش الحكومة هذه تكون مجرد تحوير وزاري موسع للحكومة المستقلة. ماذا يعني لك بقى 4 وزراء دي ما نقولوا إن صح هذا التسريب؟ يعني هي مسألة احتمالات، طالما أنه لحد الآن ما سمعناش موقف سياسي رسمي ومعلن على تركيبة الحكومة، ولكن من الواضح أنه إذا كان المسألة هذه صحت، أول شيء في المبدأ هذا يخالف خارطة الطريق وجماعة الرباعي. أين يخالف خارطة الطريق؟ الرباعي الراعي الراعي الحوار، نحن نتحدث على حكومة جديدة، حكومة كفاءات مستقلة تقطع مع الحكومة القديمة، هذه الفكرة متاع خارطة الطريق. إذا كان بجيت عملية أنت حكومة فيها تحوير وزاري موسع تقريبا، ولا حكومة ترويكا ثالثة، أنت خالفت مبدأ وروح خارطة الطريق. ثم الرباعي الراعي الحوار برشا مرات على لسان الأمين العام للاتحاد العام لتسويق الشغل قال راهو المطلوب تكون حكومة مبنية على ورقة بيضاء ويكفي منها الوزير الأول الحالي. هذا في موضوع المبدأ. أما في الموضوع السياسي من الواضح جدا الحكومة هذه إذا كان الآن كل الأطراف السياسية قاعدة تقول الأساسية على الأقل هي مش بالترويكا، أنه يلزمها ما تكونش فيها وزراء من العهد السابق، خليني نقول باعتبار عن عهد آخر سابق، معناها ما فيهاش من أزلام العهد السابق يعني الحكومة السابقة، فأنه هذا يعني أنه سياسيا مش تكون حكومة معطلة. والسؤال المطروح على سيم هذه جمعة، أنت شنو تحب؟ تحب تعمل حكومة من البداية قائمة على الثقة، ولا تحب تعمل حكومة من البداية وهي الترين دي كاسرول، معناها عندها مشاكل ومعاقة ومرفوضة من طرف جملة كبيرة من الأحزاب السياسية، وبذلك من البداية الشيء المهم اللي هو استرجاع الثقة بيكونش موجود. وأنا قلت في السابق ليه سي مهدي جمعة ونعاود نكرر الآن، راك أنت عندك السلطة المعنوية الكافية الآن باش تعمل حكومتك على أساس جديد وتتصدى لكل محاولات لفرض وزراء عليك، لأنه حولك نوع من الإجماع اللي حصل بين كل القوى السياسية، وثم دعم دولي، وعندك كل ما يخليك تكون عندك القدرة الكافية، ما نحبش نقول الشجاعة الكافية، القدرة الكافية باش تعمل حكومة جديدة وحكومة قادرة تعمل متطلبات المرحلة. وأنا بالنسبة لقضية وزارة الداخلية، يعني توا كلام يقول أنه وزارة الداخلية ما يلزمش تغيير يصير فيها حتى يستتب الأمن، يا أخي هي الأمن كان مستتب معناها تحت الوزير الحالي، يعني صاروا شهداء شمات شهيد تحتها وصارت مشاكل على قصتك الوثيقة متاع CIA اللي حتى الآن ما صارش فيها ما نعرفش كون عوقب التوم تعاقب حد، رغم اللي ثم تحقيق داخلي حول هذا الموضوع، ماتوا زاد حرس وماتوا معناها أمن وماتوا ناس. لذلك معناها أنا أعتقد أنه سي مهدي جمعة عنده خيارين أمامه، أما أنه مش يبدأ عهد جديد على أساس جديد وعلى بيقوم على أساس الثقة، ولا مش يبقى استمرار العهد السابق. سؤال للمرجع شو ولي، وين كنت قبل حكومة مهدي جمعة؟ طيب. يمكن سيد مهدي جمعة اليوم هاي الوضعية، ضغوطات عليه مؤكد هذا أنه ضغوطات كبيرة عليه للأبقاء على بعض الوزراء من الحكومة السابقة، وكنت سميتهم الوزراء وقلت كل حقيبة تابعة لشكون. اثنين، هو أمام أغلبية في المجلس الوطني التأسيسي التي ستمنحه الثقة بالـ50+1، وإذا النهضة لم تمنحه ثقتها ومن
معناها اللي دايرين بالنهضة حلفائها معناتها واش ثقتهم فلن يحصل على الخمسين زائد واحد مش يحصل على المية وتسعة. دونك هو اليوم مجبور باش ياخو الأغلبية باش ياخو الأغلبية أنه يرضخ ربما بين ظفرين للضغوطات نتاع التوعية. وعلاش هو مجبور باش ياخذ الأغلبية إذا كان هو السيد هذا قيل له أنك أنت مش ترأس حكومة مستقلة نتاع كفاءات تنهي الأزمة السياسية الموجودة في البلاد؟ هذا هي المندة نتاعه وهذا باش كلفة. إذا كان مش يتصاب مش يلقى روحه في وضعية أنه مش قادر أنه هذا يعمله من الأحسن تبقى الحكومة الحالية. يعني أنت علاش إذا كان أنت باش تاخذ التفويض الرسمي من المجلس الوطني التأسيسي باش أنت ورضاء الترويكا يلزمك أنت تعتمد الحكومة كما تحب الترويكا، فأنت إذن مكش قاعد ماشي في التوجه اللي احنا مشينا فيه، لذلك من الأفضل أنك ما تمشيش فيه. وهو أنا أعتقد أنه السيد مهدي جمعة ما ثم حتى واحد قادر أنه هو يخليه يقف قدام المجلس الوطني التأسيسي ويرفض له حكومته. اللي مش يعمل هذا سينتحر سياسيا داخليا وطنيا ودوليا. لذلك أنا قلت له برشا مرات ونأكد مرة أخرى راهو عنده السلطة المعنوية الكافية والأخلاقية الكافية باش يقترح حكومة مقبولة معقولة ما هي محطة طرف لا هي مع هذا ولا هي ضد هذايا وتكون فيها شخصيات قادرة أن هي تمشي فعلا في اتجاه المرحلة المقبلة. لذلك هو الاختيار خياره. أنا إذا كان يكلفني واحد باش نمشي من تونس السوسة، إذا يجيني واحد يقول لا من الأفضل تمشي من تونس الباجة نقول له أنا مكلف نمشي تونس السوسة ولا من تونس إلى جندوبة، المهم وين ماشي. أما إذا كان ماشي هذا طريق آخر مختلف على خارطة الطريق ومختلف على ما اتفقنا عليه. وإحنا ولت عنا مشكلة تو المدة هذه تو ثم ضغوطات على الناس الكل، لكن الشجاعة السياسية تتطلب من اللي كلف بالحكومة والشجاعة السياسية تتطلب والمبدأ والأخلاق تتطلب من الناس اليوم في الترويكا ومن المعارضة أنهم جميعا يلتزموا بما اتفقوا عليه. رجعنا مرة أخرى لنصحوا عليه نتراجعوا عليه كما قصت هذه الثلثين مثلا في حكاية بعد ذلك سحب الثقة من الحكومة بعد ما الناس وقعت وخرجت ولا يقولوا لا روعنا ضغوطات علينا بالله من جماعتنا وبالله نحولوها من الدوتيار من الثلثين إلى ثلاث أخماس مثلا كحل من الحلول وبقينا تقريبا كل ما يوقع عليه في البلاد هذه ما عادش عنده حتى قيمة. يعني توقعات الناس والتزاماتهم قدام الناس قدام الشعب ولا ما عنده حتى أهمية. في المقابل يقترحوا وديعة معناها مقابل أنا تم التنصيص عليها قانونيا في تنظيم وقت الصورة العمومية أو في الأحكام الانتقالية تقترح حركة النهضة أنه وديعة يوقعوا عليها جميع الأحزاب وتود على دار الرباعي. وانت شنية ضمانتك معناها أنه معناها كيما هم وقعوا تيوم وقعوا قدام الرباعي قدام الشعب والأحزاب الكل على خارج الطريق وترجعوا عليها تو، شنية ضمانتك انت غدوا يحطوها وديعة ولا فجيعة معناها ما يترجعوش عليها. تشبه شوية الوديعة تكمت على انتقال الديمقراطي. لا الوديعة هذيك كنا لقت مقترحين تكون وديعة عندنا صحاح، أما إذا كان بالطريقة هذه مش نعمل وديعة أخرى بالطريقة هذه نعتقد أنه مش تمشي. أنا الآن أنا سؤالي مش مازال ثم يمكن يحكيوا عليه من ثقة سياسية وتعاقد بين الأطراف السياسية إذا كل من وقعوا عليه بعد 3-4 شهور نقولوا مش نبدلوه. لذلك اليوم هما يا اخي اللي عملوها هاك خارطة الطريق هذيك اللي وقعوها ما يعطوه وديعة للرباع الراعي الحوار ووديعة امام الشعب التونسي ووديعة امام اخلاقهم وتعهداتهم ووفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا والى اخره. وفي الاخر تو قاعدين يقولوا لا بلا نحبوا نتنازلوا عليه. يعني ثم مشكله كبيره ياسر قاعدات ولات السياسه هذه ولات في تونس بصراحه ماشي قائمه على اي اساس. قضيه الثقه هي اساس في اي عمليه سياسيه واحنا في مرحله تاع انتقال ديمقراطي هشه باش مؤسسات قوية. إذا كان ما ثماش الثقة يعني على الأقل الدنيا أعتقد أنه على الدنيا السلام. لن تساندوا حكومة مهدي جمعة إذا أبقى على وزراء من حكومة علي العريض؟ سنساند حكومة المهدي جمعة كما قلنا من البداية إذا التزمت بخارطة الطريق والتزمت بالأشياء اللي اتفقنا عليها في البداية. وهذه مسؤولية هي مسؤوليته هو وهو لما قبل عرف علاش قبل وعرف تقنيا 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 إذا أبقى على وزراء غير متحزبين في هذه الحكومة واعتبرهم سيد مهدي جمعة كفاءات فسيعتبرون كفاءات مستقلة وسيلتزمون بعون عدم الترشح للانتخابات القادمة. الوزراء اللي حكينا عليهم هم وزراء مش متحزبين. يعني هي المشكلة مش قضية مش متحزبين ولا متحزبين. أول حاجة هي المبدأ في حكومة مهدي جمعة اللي حكينا عليها أن مش تكون حكومة مرحلة انتقالية ثالثة. جات بعد أزمة سياسية وجات بعد معناها أزمة مع الحكومة الحالية. لذلك إذا كان باش تاخذ أنت أربعة وخمسة من الحكومة الحالية بحجة المستقلين ثم مبدأ أساسي معاش الاستقلالية مبدأ الانتماء لحكومة سابقة وإحنا قلنا من البداية حكومة سابقة مرفوضة اللي هي فشلت فشلا ذريعا خاطر إحنا عندنا مدة ما نحبوش نقولوا هذه فشلا ذريعا على أساس أنه ما نحبوش معناها أن نزيدوا معناها نحركوا السكين في الجرح. شنو اللي تبدل تو باش تقولوا؟ لا احنا ديما كنا نقولوا فيها سابقا اما في وقت من الاوقات قلنا ما دام الحكومه هذه قبلت بالخروج مش لازم معناها تخرج معناها والناس كيفاش قال المحنك التحجير
وانا بالحجر منطقة الحجر. لذلك قلنا تخرج معناها في اطار انه احنا دخلنا في روح جديده وروح انه سيدي بارك الله فيكم خرجتوا بارك الله فيكم التزمتوا بخارطه الطريق وبارك فيكم. اذا كان توا بعد هذا الكل نرجع ولا نحب وشوف شو لينا الحكومه مش خليه معناها الناس اليوم اقرب منا بحجه انه مستقلين ونزيد زاده مش نقعد عندي السلطه الكافيه باش انا نحي حكايه الثلثين هذه اللي هي سحب الثقه اللي فيها مش نولي رابح من جهتين. اول حاجه مش نخرج من الحكومه مش نولي في المعارضه هذوما جماعه الترويكا هذوما باش يقولوا احنا ماش في الحكومه ولكن في نفس الوقت عندهم السلطه الحكومه هذه باش ينحيوها في وقت يحب يقول مش يكون هما في المعارضه ويتحكموا فيها الحكومه تعمل اللي تحب اللي يحب هو ما نقصد بالطريقه هذه مش نربح من جهتين. اول حاجه هو في الحكم ويمارس في الحكم وفي نفس الوقت قدام الناس وقعت في المعارضه هذه معناها اقل حاجه تقال فيه انه لا ينضبط لادنى مبادئ المسؤوليه والشجاعه السياسيه والاخلاق السياسيه. لذلك انا ارجو انه هذا متكون مجموعه من السيناريوهات مطروحه اللي هي مش تكون حقيقه صحيحه لانه ستدخل مره اخرى مش ترجع الازمه السياسيه الى مربعها الاول ومش تخلينا في غياب الثقه. وانا لا ارجو للسيد مهدي جمعه انه يدخل باب الحكم من هذه الكوة الصغيرة جدا في صورة الابقاء على 4 وزراء من الحكومة السابقة. هل حركة نداء تونس ستساند مهدي جمعة او لا؟ لن نساند حكومة السيد مهدي جمعة اذا فيها 4 وزراء من الحكومة السابقة. اذا فيها سيد وزير الداخلية الامر ينظر فيه؟ والله قصة هذه بقاء سيد وزير الداخلية هو نفسه السيد مهدي جمعة اتصل بينا مباراة متعدة انا صارت اتصالات لكن احنا قلنا له مبدأ اساسي مهم جدا نحب نذكر به الان لانه مهم على درجة الاهمية. قلنا له احنا نقترحه ما حناش باش نقترحه عليكم حتى او نقترحه عليه هو في الحكومة متاعه حتى وزير. علاش حب ما حبيناش تو خلي الاطراف كل السياسية تقترح في الوزراء؟ علاش؟ على خاطر حبيناه هو يكون عنده الصوت المعنوي الكافيه باش يقول هاوني دا تونس ما اقترحش عليه. لذلك بالله يا جماعه الترويكا ما تقترحوش عليه، لكن هذا يعني انه هو يلزم يكون ملتزم حسب رايي بالمبادئ اللي اتفقنا عليه في خارطة الطريق. طيب هذه الحكومة السيد مهدي جمعة في انتظار أنه يوم السبت ربما من المنتظر أنه يوم السبت يتم يقدم تشكيل حكومته لرئيس الجمهورية حتى تعرض على المجلس الوطني التأسيسي. ولكن ربما في قراءة أخرى يقول لك راهو التسريب هذا متاع الإبقاء على 4 وزراء ربما هو حتى بعد تهضم مسألة الإبقاء على وزير الداخلية تتعدى لباس معنى يمكن فيها شوية نوع من تكتيك سياسي زادت نشكون في مكانه اليوم نهار الخميس مازال نهار الجمعة فعنده الوقت الكافي باش يتصل برؤساء الأحزاب الكلهم وبالرباعي الراعي الحوار ويقدم لهم بعض الأفكار اللي هي قائم عليها حكومته وبرنامجها ويتجنب أنه هو من اليوم الأول تكون حكومته قائم على أزمة مش باهي نبدأه معناها من البداية قال الآخر من المرسى نبدأه نقدفه يبدأ يعني على أساس سليم. سيد أحمد نجيب شابي قال أنه الحركة النهضة من خلال الحوار الوطني حققت ما أرادت واليوم كل يوم لازم نتأكدوا أنه ماشية كل المسارات ماشية كما تريد حركة النهضة والخيارات كما تريد حركة النهضة. شنو تقييمكم اليوم للحوار الوطني لفكرة الحوار الوطني لمسار الحوار الوطني؟ لا أنا ما نتصورش أنه حركة النهضة ولا غيرها حقت معناها من الحوار الوطني اللي حبت. احنا نشوف الآن في الدستور معناها قاعد ماشي في اتجاه مجموعة من التوافقات. احنا شفنا أنه معناها كما كنا نقوله سابقا أنا في الواقع خليني نذكركم على الأقل بحنا شنو عدنا الناس وشنو وصار. احنا لما أسنا حركة نداء تونس قلنا لهم سنحقق التوازن السياسي حقناه. قلنا أنه قانون الأقصى مش يتنحى وتنحى. قلنا أنه بعد انتهاء الشرعية الانتخابية لابد من شرعية توافقية وتعمل الحوار الوطني ولا هو صاحب تقريبا القرار معناها يعني الأساسي في البلاد إذا تعمل شرعية توافقية. قلنا أن الدستور إن شاء الله سيكون دستور ديمقراطي وإحنا ماشيين في اتجاه دستور ديمقراطي تحقق ذلك. لما الحكومة هذيك السابقة حكومة معناها فشلت قلنا هذه الحكومة ستتغير وتغيرت الحكومة قاعدة مش تغير ومش تخرج من السلطة. وقلنا أنه المجلس الوطني التأسيسي سيعود إلى دوره الأساسي اللي هو وضع الدستور والمجلس الوطني التأسيسي الآن إذا نحن اللي قلناه حقناه. وقول كلام هذايا مش معناها راهو استنقاص من الآخرين باش هما يبداو متوجعين يقولوا هاو معناها هما ربحوا أنا خسرنا. لا خاطر مشينا الآن في الطريق القويم اللي حالنا من البداية مشينا فيه. لذلك الآن أنا أعتقد أنه مش صحيح نقولوا أنه النهضة حققت لكن إذا الحكومة هذه فعلا صارت حكومة الترويكا الثالثة وإذا قضية الثلثين هذه اتنحات وقتها بالفعل يمكن يصير الأطراف اللي ذكرك ما حبتش. سي محسن ذكرك قال سي علي العريض قال حكومة انتخابات وقال وفق تلازم المسارات وقال سيراج الغنوشي خرجنا من الحكومة ولو نخرج من الحكم لكن هذا كل لكن هذا دوم تحقش. علاش حق فتشوف يتحق
يعني نقول لك انا شو قال لك باش قبلها نقبلوها كي الثلثين هذه، والحكومه هذه اذا كان باش تبقى حكومه الترويكا الثالثه انا اعتقد ان ستسقط الحكومه، اذا بقيت حكومه الترويكا الثالثه ستسقط مثل ما سقطت حكومه الترويكا واحد والترويكا اثنين. انا فاز حتى للسبعه. نرجع لمساله ضيفنا سيد محسن مرزوق عضو المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس، مساله الثلثين اذا يبدو انها باش تكون معطل نوعا ما لتقدم الحوار، فما شكون عنونا انها قد تعسف بالحوار الوطني، هل تقبلون بالتراجع عن مسألة الثلثين؟ لا اعتقد ذلك، واحنا ان شاء الله ما نوصلوش لهذايا، كما احنا توسمنا الخير في سمادي من جمعة ومازلنا متوسمين في الخير حتى لي نسمعوا معناها تركيبة حكومته ونسمعوا برنامجها لانه كانت المساندة شرطية لي. اعتقد انه ان شاء الله ما نوصلوش لهذايا، لانه هذا الشيء كان اعتقد انه قصد مسألة الثلثين كانت مسألة رئيسية في خارطة الطريق، لانها هي كانت الحل الوسط بين الدعوة لحل المسوة التأسيسي والإبقاء عليه بيقوم بدور معين، وحتى نفهموا أنه ثم أزمة سياسية اختيرك عاصفت بالبلاد، وإحنا لقينا الحل هذا الوسط والناس وقعت عليه، لذلك كل من وقع عليه نحترم توقيعه وعليه أنه يلتزم بهذه المسألة، وأعتقد أنه ما ثم حتى مشكل أنه تبقى مثل الثلثين، خلي الحكومة هذه تخدم في الأشياء اللي اتفقنا فيها عليها، محاربة الإرهاب، القاضي الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لصالح الناس المحرومين خاصة الجهات المحرومة، ثم أعداد الشروط السياسية الكافية نعم. لتنظيم الانتخابات. اسمح لي سي محسن، إذا مرت حكومة سيد مهدي جمعة بأربع وزراء من حكومة الترويكا، فهل يبقى التعديل التنظيم المؤقت في فصل 19 المتعلق بالمراجعة معناها لائحة سحب الثقة بالثلثين، هل يبقى في صالحكم؟ لا، هو في كل حالات هي المشكلة الساعة، إذا كان مرت الحكومة هذه بالتركيبة اللي يحكي عليها سيما دي جمعة، يعني أنا أعتقد أن المشكلة ما عاش مشكلة أن هي بالثلثين وبالأربع خماس وبالعشرة العشرة، المشكلة الحكومة هذه حكومة هي استمرار للترويكا وحكومة الترويكا، وبكل أنا والله ما نحبش نصور سيناريو هذا، لأنه نتصور أنه مش يكون، ما نقولش أنه قلة تقدير، ما نقولش قلة حكمة، اما باش نقول معناها طبل بيز سياسي كبير ياسر، ما نحبش نتصور ان احنا في تونس بعد ما مشينا في الخطوه هذه بين 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 طبل بيز وقول قلت خبره خير معناها. لا معناها قلت اذا كان مشو طبل بيز معناها انه جاتك واحد جات حلوا باب العرش سياسي، تعطاته السلطة كبيرة، تعطاته ثقة من طرف الناس، الناس قالوا له برا عمل حكومتك، العالم قال له عمل حكومتك، في المستوى العواصم تاع الدنيا كل قالوا مش نعاونوا تونس وإلى آخره، والأطراف السياسية الكل معناها تجاوزت خلافاتها وقالوا نتوسموا في الخير ونتوسموا في المسألة الخير، نجيوا معناها ندخلوها بعضها، معناها ما نعرفش كيفاش يمكن توصفها الحكاية هذه. فشلت فشلا ذريعا، ووصفتها أنت بأزلام نظام الترويكا الحكومة تعبير مجازي طبعا، تعبير مجازي معناه لا ده في طار معناه مؤثر فينا سي المحنك في طار اي باي ما يبقى مؤثر في الاثناء. يقول السيد طيب باكوش في حوار نشر وحسب وكالة الأناضول التركية يقول فيه، اذا ما اقتضت المصلحة الوطنية بعد الانتخابات ان يقع اقتسام السلطة بين نداء تونس والنهضة وتحمل مسؤولية تسيير البلاد في مرحلة جديدة، فهذا قد يكون احتمالا ممكنا. هي شوف هذه قضية الاحتمالات مش مشكلة كبيرة، ويبدو أنه ما نقولش الكلام هذا نحى من سياقه، أما ثم يلزم قبله شنو تقال في الحوار هذا، هم يحكيوا من احتمال احتمال احتمال، فجاءوا الاحتمال أنه يمكن الانتخابات المقبلة تجيب نسبة لنداء تونس ونسبة للنهضة اللي لا هذا يجم يحكم ولا هذا يجم يحكم وحتى بحلفاء وما يجمش يعمل حكومة. فقال سي طيب باكوش وقت شنو الاحتمالين الموجودين؟ ثم احتمالين فقط، احتمال الأول أن نعمل انتخابات مرة أخرى، نعود للانتخابات، يعني يعلن رئيس الجمهورية عدم العجز على تشكيل حكومة وقت نرجع للانتخابات أخرين، وإلا فإنه مش يصير معناها حكومة تعايش بين الطرفين، ويحكيوا في الاحتمالات، وأنا أعتقد أن الاحتمال هذا كان جاء وصار يعني أن حركة النهضة مش تكون حركة مختلفة تماما، يعني في برنامجها وفي رؤاها وغيره كان الاحتمال ذي صار. وأنا رأيي علاش أنا أقول لك أنا أصعب شيء أخيب شيء للسياسي أن يحكوا في الاحتمالات اللي ربي بقط عنده علم بها، لذلك أنا أعتقد أخيب شيء في الاحتمالات، لا يعني أخيب شيء أنه الصحافي معناها يحكي دلز يحكي في الاحتمالات، ذا ظهرت هو سألوا على 10 احتمالات وجاء من احتمال الاحتمال. في السياسة سي محسن لو يسألك صحافي يقول لك احتمال كذا كذا يقولها يقول لك دعا حتى تقع ولا لكل حادث حديث. لا مش مشكلة أنت تجم تقول إذا كان صار الاحتمال هذا ثم حلين فقط. مش يبدأ يتكهن هو معناها سمحني أمين عام حزب يتكهن بلو كذا وفرضيات. لو تسألني السؤال هذا يمكن نجاوبك بنفس الطريقة، تقول لي في احتمال أنكم أنتم جبتوا 30% وهم 30% وأنت
ما عملتش حكومه وهو ما عملش حكومه بالحلفاء نتاعكم اش مش تعملوا؟ مش نقول لك ثم حلين وقتها اللي نحكيك على الحلول الممكنه، مش نحكيك على ايش نحب نعمل. اما نرجع للانتخابات من جديد، تصور يخرج الرئيس يقول لهم يا جماعه راكم انتخبتوا اما اللي غالب طلعت معناها شنو قلتوا سي محن قال مشان يعني ارجعوا من جديد بالله نعاودوا الانتخابات من جديد ونعاودوا حمله انتخابيه من جديد ونعاودوا كذا من جديد والى اخره. معناها والا مش تصير وانت في الاحتمالات هذه، ما ادراك ان وقت حركه النهضه ما تكونش حركه مختلفه تماما، ولات حركه مدنيه وفصلت ما بين السياسي وبين الديني، ولات ما عادش فيها الناس كما سي الحبيب اللوز، ولات معناها عندها عندكم تقول... امل في هذا؟ لا ما دام الاحتمالات معناها الله قادر على ما يريد يعني، وتصير لك حاجه اخرى تولي حزب مدني مختلف كما الاحزاب المدنيه كل، لذلك هناك... باب الاحتمالات. لكن هو زاد سمحني قال زاد في الـ في الـ في نفس الحديث انه ليس هناك شروط غير متوفره اطلاقا لتحالف انتخابي مع حركه النهضه، قالوا في نفس الحوار. لذلك معناها هناك جهود دوليه سي محسن لتقريب هناك جهود دوليه للتقريب بين حركه النهضه ونداء تونس. اليوم كي نلقاو في دافوس زوز رؤساء احزاب هذوما موجودين زوز في دافوس، فما حتى رئيس حزب واحد اخر موجود عنده نجمو نقراوهم عليه نجمو نستنتجو من لا ما اعتقد انه معناها تكون انت مثل في جماعه المنظمين مؤتمر دافوس تقول انا مش نجيب زعيم المعارضه والزعيم تاع الترويكا فجيبهم الزوز، وكان معاهم سي مهدي جمعه، ومهدي جمعه معناها كان في القائمه ما مشاش. وكيما مثلا غدوه اذا كان يجيبوا بلاد من البلدان ما يختاروا توا، خاطر احنا ولينا دوله اللي من خارج يغزرونا يقول والله ثم مثال تاع ديمقراطيه، ثم زعيم تاع معارضه وثم زعيم تاع في الحكم، فالناس تدعيهم اثنين هما ينظرونا بالطريقه هذه. اما هذا مجموعه متصور فيها حتى معنى سياسي ولا مغزى سياسي. سي البيجي وراشد مشاو للجزائر مع بعضهم سي اليوم في نفس الحوار في وكاله الاناضول سي طيب البكوش ما مشاوش مع بعضهم. أما لا معناها تم استقبالهم الزوز مش في نفس في باريس قالوا بعضهم هناك شيء اسمه واقع سياسي ان نعتبره نجاح لنداء تونس. ما تنساوش ان نداء تونس كان عنده 6 شهور كان موضوع راس الحزب على قائمه الاقصاء. ما تنساش ان سي راشد الغنوشي قال البيجي قائد سبسي صديقنا وقال قبل أشهر أخطر من السلفيين، وهذيك هي تشوف أنه سياسة ما يهمنا في المسألة وتطور العلاقة بين الحزبين. موش تطور العلاقة أفهمها بمنطق آخر، أنه لقد نجحت الحركة الديمقراطية التونسية ونداء تونس في وسطها أنه يصير رقم أساسي وصعب في تونس لا يمكن تجاوزه لا على مستوى الدولة لا على مستوى الداخلي. يبقى أن نحن أنا كانت تحب تحكي لي أنت على السيناريو الطيب والإيجابي، نقول لك احنا نأمل دائما باعتبار أنه في تونس معناها نستعمل وسائل سياسية سلمية ومدنية، نأمل دائما أن الحركة المنافسة لقدامنا لحركة النهضة تقطع مع كل الجوانب السلبية ذات الطابع الدعوي اللي هي ماشي عندها علاقة بالسياسة وتولي هي حركة سياسية مدنية، وإحنا إذا هذا يحصل نتعامل معها كما كل أطراف سياسية.